ماما أنا مش فاهمة الآية دي، ممكن تشرحيها لي؟ وريني. الحق أقول لكم إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد فلن تدخلوا ملكوت السماوات. يعني إيه مثل الأولاد؟ مثل الأولاد يعني زي الأطفال. يعني إيه زي الأطفال؟ أنا هقول لك يعني إيه زي الأطفال. عايز أقول لك حاجة بسيطة حطها في العقل وفي البال. يعني إيه زي الأطفال؟ عايز أقول لك حاجة بسيطة حطها في العقل وفي البال. يعني إيه زي الأطفال؟ لما تحب حب بجد وما تجرحش، لما تزعل ارجع سامح وما تغلطش، لما تحب حب بجد وما تجرحش، لما تزعل ارجع سامح وما تغلطش، لما تصلي صلي بقلبك وما تسرحش، لما تقدم خير ومحبة ما تستناش الشكر عليهم وما تندمش. ما يطولش يعدي بسرعة وجوه في قلبك ما يكملش، لما تزعل خلي حزنك ما يطولش يعدي بسرعة وجوه في قلبك ما يكملش، تبقى بسيط قوي زي يسوع وما تبطلش، اطلب منه كل دقيقة يحل بروحه فيك وما تزهقش. فهمت يعني ايه زي الاطفال؟ ايوه انا كده فهمت يعني ايه زي الاطفال. حلو، ايه رايك تيجي نقولها سوا؟ يلا بينا. يلا بينا. حاجة بسيطة حطها في العقل وفي البال.